تقريبا شي ساعتين وانا كنبيدالي فيها قوة الكالم والهواء النقي باش غادي غير شوية عارف غابة صافي يلا قربنا نخرجو منها بدين حياة سعيد صراحة نقدر نقول اول نهار كنبدل الطريق كندخل من شي طريق اللي في شكل صح كتحس ديك ديك النكهه ديال الطريق كتبيدالي مع الطوموبيلات قلال ما كيدوزوش بزاف قلالي عينا مع القودرون القودرون والخلا دابا صباح الغدا مريحو نقصيو واحد لي باصا وبنا البارح ندوزو على هاد الدكه هي اللي تدفعنا وباقا ما وصلناش للمدينه نوصلو ديك الساعه للمدينه ونشوفو شنو كاين هاد البلاصه اللي كنت فيها غير الغابه الخلواني فيها في الطريق قصب السكر هنا يا جا غادي نمسح السكر هو اللي فيها والرموكات كبار اللي كيهزو داك الكسب صافي الماكله ملي كتبات تولي بنينه حنا دابا وصلنا لواحد المدينه سميتها باها بونيتا على اسمي الفوق قاعد كاع المدن هنايا فيهم دخلة بحال هكا كتصل دخلة كتلقى فيها شي قويصة كبيرة بالسمينة كيكتبو لك مرحبا هنا كتكون خارج كيكتبو لك يلا على سلامتك تهلا تا كتدخل المدينة تولي عندك الطيارة تولي حاجة مع الطريق كل ما غادي جاي مخاصكش تلف ما شي شاب جابت في شي هودة وتستيقى عشان يجي بغي تطلع تجي دافع عشان البيكار تعال براسي هذه محطة ديال الطوبيس محطة ديال الكيران هذه محطة ديال الكيران هاي تيرمينال رودوفيار
حتى الكيرا مع كورونا دابا كلشي مبدل ومخرب القرقادي. واي دخلت هاد المدينة دابا سميتها باها بونيت، وصلت ليها وبديت كنسول بنادم على شي بلاصة زعما كاين البيت فيها مأمنة، قال لي واحد البلاصة سميتها الأبريكا. ملي مشينا سولنا تمايا هاديك قالك خصك تجيب التيست ديال كورونا، دابا حنا غادي للسبيطار باش نديرو التيست ديال كورونا أول مرة ما نديروش، ولكن ضروري اللهم دير بحال هكا. وديك البلاصة كاين مأمنة تابعها كاين فيها القص، تجنب بعدا كل اليوم التصنيع. هذا اللي مورايا، هذا اللي مورايا هو السبيطار. يلا وصلت ليه، بقينا نقلبو الشمس. دخلت عندها قالت لك شنو تضبط، انكشاتني جبنا الباسبور من الصاد، ما كنخبيه لتحت جبناه من الصاد، خدات السميه وكلية قالت لي تسنى دابا لا ندخل عند الطبيبه نشوف، عارف راسي ما فينا والو. الله يستر وصافي. حنا يلا دخلنا دابا عبرات لينا الحراره 37 لاج قبل هادو هو اللي ما يزيد ما ينقص، برا دقات القلب وقالت لك خرج برا تسنى. حنا دابا كنتسنى اللهم لا، حنا كنتسناو دابا نشوفو هاد كورونا. ها هو التيست خرج نيجاتيف، بك سير توكل على الله طريق السلام. هاي كورونا فيروس الفوق، هاي رادات كاين هاد التلويق دابا حياة السعيدة. هي مزيانة بلا مكيتأكد، نيت دوزات ليا قالت لي صحتك مزيانة سير على الله الحمد لله. هادشي هو اللي كنتمناو، كل اللي عجبني السيرفيس، السيرفيس هارب صار، السيرفيس هارب بزاف ماشي غا شوية، بزاف ماشي غا شوية. إلا جينا نقارنو بزاف الحوايج اللهم لا تسكتو. واش العائلة يلا فقش قلوب بالناس. البارح وصلت لهاد المدينة سميتها باها بونيتا، وبديت كنسول في بنادم لما كاين في ممكن نبات ولا نخيم ولا شي دابا بحال هكا. المهم أكثر هيك قال لي واحد البلاصة كيبيتو فيها بحال هكا الناس اللي ما عندهمش فين يباتو، والناس اللي كيعيشو في الزنقة هنايا في ربع العزيز. مني جيت ليها طلبو مني داك التيست ديال كورونا، وراوني قال لي غاتجي لهاد السبيطار فين غاديرو. صابو بالزربة مشيت كديت التيست ديال كورونا بالزربة في ساعتين ورجعت هنا البلاصة هي هادي اللي فين بنت اليوم. نعم السيارة بالباكاج، ملي كتدخل كيعطوك فوطة، فوطة شامبان صابون شامبان لعيبات شامبان صابون، كتكون الماكلة على حسابو كيعطوك الماكلة تاعك. هي أبو هاد الكوان اللي حسن متنعس في الزنقة. لله في سبيل الحمد لله هادشي دا هو اللي كتخليك ديما تكلم بيك على السفر، ديما كتعرف شي حوايج ما كتكونش عارف. حتى انا كنبقى غير الطريق برا ما غاديش نعرف، و ملي كتدخل للمدينه دابا كتبغي تروق شويه وهكا. يلا فقنا قصاو وخرجوا ان شاء الله، ضربوا شي جوله نكمل الطريق.